أينما كنتم انطلق مشاهدينا الأعزاء، أينما كنتم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير للفئة الإبكار مباشرة لشوط الصعود. ما زلنا مستمرين شوطا تلو شوط مباشرة مع المركز الأول، نجود ياسر بن الذيب المالكي مع المركز الأول. المركز الثاني طيف حمد بن غدير الوهيبي على ثاني المراكز، أما في المركز الثالث هناك من يتواجد النادر سعيد بن علي الوهيبي على رابع المراكز. خامس المراكز علي إمامة علي بن سالم المالكي، لكن أعود إلى صدارة هذا الشوط إلى المقدمة. يا سلام، هنا مع نجود نحو المركز الأول، هي من تنطلق مع الناموس والتحدي والإثارة في هذا الشوط الجميل. ياسر بن الذيب المالكي مع المركز الأول، روح يا بن الذيب نحو المركز الأول وانتزع ناموس هذا الشوط بشعارك الجميل والمدشن لهذا الشعار على أرضية هذا الميدان بقيادة أيضا نجود، هي من توجد وتوجد بالناموس والتحدي. ياسر بن الذيب المالكي منتزع الناموس هذا الشوط، لكن القادم يشوف الشهنية منصور بن غدير الوهيبي على المركز الثاني، ولكن نعود إلى الصدارة. نجود نحو المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط نحو التقدم في هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لياسر بن الذيب المالكي على الانتزاع لهذا الشوط المركز الثاني. كانت هناك الشهنية منصور بن غدير الوهيبي المركز الثالث، ايضا طيف حمد بن غدير الوهيبي. توقيتنا الزمني دقيقه 44 ثانيه، والتوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.